في أجواء احتفالية وعلى وقع أغاني ميلادية، قدمت فرقة إحساس للبالي أمسية بالي ميلادي ضمن فعاليات مهرجان رنجراس، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد في صالة كنيسة القديس جاوريوس للروم الأرثوذكس في حي الحميدية بحمص القديمة. هاي الاحتفالة بتعبر عن نهضة بلدنا، بتعبر على أنه نحن اللي بلشناه من 2015 لما تحررت البلد وعطينا عنوان للفعالية رن أجراس. كنايسنا معروفة انه هي بترن أجراسها، نحن كنيستنا كانت مهدمة بس راح نضل رن أجراس لحتى تعمر البلد بشكل نهائي. رن أجراس كان اليوم ناشرين فرقة إحساس، نشروا الفرح والسعادة لكل الناس. نحن كنا بحاجة لكمية الحب اللي أعطيناه، بقدر ما كانت الناس موجودة اليوم سعيدة نحن كنا سعيدين. إن شاء الله كل الأيام أعياد، إن شاء الله كل الأيام فرح، سوريا بتستحق كل الفرح. اليوم نحن قدمنا عرض ميلادي، تنوعت الفقرات بين تعبيرية وكلاسيكية وكانت الأعمار بين 4 سنين ل 17 سنة، وإن شاء الله نكون فرحنا الجمهور والأولاد ورنينا جراس العيد ينعاد على الجميع بألف خير وميلاد مجيد. اليوم الأجواء كتير كانت حلوة، الأجواء سعيدة، الأجواء بتجنن، أجواء أعياد، أجواء حب، فرح، سلام، محبة. الأطفال كتير أمتعونا، دخلوا الطاقة الإيجابية والبهجة لقلوبنا، نشكرهم كتير من قلبنا، كتير مبسوطين بهاي الفعالية. فرقة إحساس قدمت هلأ بكنيسة بالكنيسة عرض كتير حلو، كان مميز بمناسبة عيد الميلاد، وكان العنوان بيرن جراس، ورحنا كتير مبسوطين بهذا العرض، ورح نكفي بالميلاد، وإسه لسه في أعياد جديدة ورح نرن جراس كتير إن شاء الله. مهرجان رن جراس يقام للسنة السابعة على التوالي بعد تحرير حمص القديمة، ويتضمن أنشطة متنوعة ثقافية وفنية في تأكيد على إرادة الفرح والحياة وتمسك السوريين بثقافة المحبة. الأخبار السورية، أسامة ديوب، حمص.